بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. معاكم اشرف رمضان في كورس التيار الخفيف. هنتكلم في كورس اللو كارنت، هنتكلم في كورس اللو كارنت في الفيديو ده عن الداتا نتورك سيستم، نظام شبكة المعلومات. طبعا هنبدأ ناخد بعض المصطلحات في نظام شبكة المعلومات، مصطلحات رئيسية بنتعامل معاها، أي حد بيشتغل في الشبكات بيتعامل معاها. في عندي هنا مصطلح اللان، اللان لان ثلاث حروف، اختصار للوكال اريا نتورك، أو ده نظام مجموعة من الأجهزة بتبقى متصلة مع بعضها البعض في نطاق ضيق أو نطاق صغير، ممكن يبقى في مبنى، ممكن يبقى في غرفة أو مجموعة مباني متجاورة، بحيث ما يبقاش الشبكة دي بتتعدى عدة كيلومترات. ممكن تبقى لان في شركة أو لان في مستشفى. هنا بنبدأ نقول والله شبكة الداتا تمام بتشبه شبكة التليفونات اللي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات. المين إليمنت الخاصة بالداتا، الداتا نتورك اللي هي رقم واحد داتا أوتلت، المخرج الخاص ب الداتا يا شباب، مخرج الانترنت الخاص بالداتا. في عندي رقم 2 الباتش بانل، في عندي داتا سويتش، وفي الداتا كيبلز او الكابلات الخاصة بالايثرنت. طبعا الداتا اوتلت بيركب عليها RJ45، زي ما شفنا في التليفونات كان في عندي RJ11 RJ11، هنا في عندي RJ45 تمام. ده بيبقى بيتم توزيع او توزيع السوكتس او الاوتلت بحسب الفرش المعماري. يعني انا مثلا في المكان ده الفراغ ده مكتب، المكتب ده فيه سوكت خاص بالانترنت او اوتلت خاصه بالانترنت، المكتب ده مثلا او الفراغ ده او الغرفه دي فيها كذا مكتب، ممكن يبقى فيها 3 مكاتب 4 مكاتب، يبقى انا لازم افرش 4 اوتلت داتا على اساس كل مكتب بياخد نقطه داتا تمام يشغل عليها جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم. رقم 2 الباتش بانل، لو احنا شايفين هنا دايما كنا بناخد من جهاز الكمبيوتر ونوصل على السويتش، في النص يا شباب ديفايس بيعمل لي عمليه ترتيب للكابلات الخاصه بالانترنت ويسهل عليا عمليه الترقيم للكابلات، وبعد كده بناخد منه بندخل على السويتش، ده احنا بنسميه الباتش بانل. الباتش بانل خلاص كده، يبقى انا الباتش بانل بيقوم بترتيب وترقيم النقاط بحيث لو حصل اي ايرور في الشبكة اقدر اوصل انهي جهاز اللي فيه مشكلة بسهولة. العنصر الثالث اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة الداتا سويتش. طبعا السويتش فيه منه النمبر اوف بورت، عدد الفتحات الخاصه بالسويتش، في منه 6 بورت و12 بورت و24 بورت 36 بورت و48 بورت حسب المصنع. هتلاقي النمبر اوف بورتس ده بيبقى ستاندرد حسب المصنع، عدد الفتحات او البورتات اللي احنا بنركب عليها الديفايسز. طبعا في فرق مهم جدا بين السويتش والهب، طبعا الهب ده كان موجود زمان تمام. الهب ده الفكره بتاعته ان هو بيوزع الداتا على كل الاجهزه، وجهاز الكمبيوتر الخاص بهذه الداتا بيستقبله وباقي الاجهزه لا تستقبل، وليست له القدره على التكبير للاشاره تمام. اما السويتش ده بنشتغل باستخدام الاي بي ادرس او بتعامل باي بي، يبقى الداتا هتطلع من السويتش هتروح للجهاز الفلاني ده بعينه، مش هتنتقل لكل الاجهزه، وده طبعا بيوفر وقت في عمليه انتقال الداتا من السويتش زي ما احنا شايفين اهو الى الاجهزه. يبقى انا لو عايز ارسل داتا البي سي 3 يبقى انا هروح لبي 3، لو انا عايز ارسل داتا البي سي 1 يبقى الداتا هتطلع من السويتش تروح لبي سي 1 بس، ومش هتنتقل لباقي الاجهزه، وبالتالي بقي السويتش هو بديل الافضل او الاكثر كفاءه للهب. وبعد كده بنتكلم عن كابلات الداتا. كابلات الداتا في عندي حاجه مهمه جدا، ناس كتير يقول لك اه والله الكابل ده كات 6 كات 6 اي كات 7 تمام. ايه كلمه كات اصلا يا شباب؟ كلمه كات اختصار لكلمه كاتيجوري، كاتيجوري يعني فئه. احنا بنصنف الكابلات الى فئات كاتيجوريز،
يبقى كات اختصاره لكاتيجوري، كات اول 3 حروف من كاتيجوري، دي كلمه مهمه جدا. بنصنف الكابلات بناء على تركيز المواد الموصله كالنحاس، بنصنفها بناء على نوعيه الكابلات ومجال استخدامها، المقاومه الكهربيه للكابل، تمام، قوه تحمل الكابل للشد، درجات الحراره، بنقسمها برضو للحد الاقصى للجهد اللي بيتحمله الكابل، والحد الاقصى لطول السلك المستخدم لنقل الاشاره من نقطه لنقطه، تمام، وحجم البيانات الرقميه التي يستطيع الكابل نقلها في الثانيه الواحده، وده هو اهم عامل احنا عايزين نشتغل عليه. يبقى الفيصل الرئيسي في تقسيم الكابلات او الكاتيجوريز او الفئات الخاصه بالكابلات حجم البيانات الرقميه اللي الكابل ده بيقدر ينقلها في الثانيه الواحده. يبقى انا لو سالتك ايه اهم تصنيف بيفرق لك بين الكاتيجوريز الخاصه بالكابلات، هتقول لي والله يا باشمهندس اهم بارامتر عندي هو حجم البيانات الرقميه اللي بيقدر الكابل ينقلها في الثانيه الواحده. وهنا بنبدا نشوف اسلاك زي مثلا الكات 5E والكات 6 والكات 6A، تمام. طبعا دي اشهر الفئات اللي هي الكات 5 والكات 5E والكات 6 والكات 6A، وفيها حاليا الكات 7، تمام. طبعا هنا بدي لك مثال ان انا لو عندي شبكه وبستخدم كابلات كات 6 او كات 5، تمام، كروت الشبكه بتشتغل زي مثلا مثال عندي كارت، عندي شبكه مكونه من 4 اجهزه، كروت الشبكه فيها بتشتغل ب 100 ميجا بت بير سكند، طبعا مربوطه بجهاز الخادم او السيرفر، بيتم تبادل المعلومات بين الخادم وبين الاجهزه. لو انا مستخدم كابلات كات 5، تمام، لو في جهاز عايز يستخدم، اذا كان كل جهاز عايز يستخدم البيانات، يبقى هو 100 في 4 هيطلع عندي 400 ميجا بت بير سكند، ده في الكات 5 ما بقدرش اتعدى سرعه ال 100 ميجا بت، تمام، ال 100 ميجا بت بير سكند، وبالتالي هتصبح البيانات بطيئه. يعني لو كل الاجهزه عايزه تشتغل، انا اخري في الكات 5، تمام، اخري في الكات 5 السرعه بتبقى 100 ميجا بت بير سكند، تمام. لو انا استخدمت كات 6، لان الكات 6 السرعه بتاعته بتصل الى 1000، وانا شغلت ال4 اجهزه مفيش مشاكل، وبالتالي انا بدات احس يعني ايه كات 6 وكات 5 وكات 6A، تمام، ان انا عندي سرعه البيانات او حجم البيانات الرقميه اللي بيقدر ينقلها الكابل او يعملها ترانسفير الكابل في الثانيه الواحده. فبالتالي انا لو مستخدم كات 5 وال4 اجهزه اشتغلوا بالسرعه القصوى بتاعتهم، كل جهاز 100 ميجا بت بير سكند، بالتالي انا عايز 400 ميجا بت بير سكند، وبالتالي الكابل الكات 5 مش هيستحمل او مش هيقدر ينقل لي السرعه دي، فانا بلجأ للكاتيجوري الاعلى اللي هو الكات 6، وممكن استخدم كات 6 اي او اقدر استخدم كات 7. طبعا كابلات الكات 6 والكات 6A يفضل المسافة، اكبر مسافة بقدر اشتغل عليها في اليو تي بي 100 متر، تمام. طيب لو المسافة دي زادت انا ممكن اعمل ايه؟ بستخدم يا شباب جهاز الريبيتر او بيسموه مكرر الاشارة او مقوي الاشارة، تمام. وبرضو الكات 6 المسافة اللي اقدر امشي بيها اللي هي 100 متر، بس يفضل ان الامتار دي يكون عدد الامتار دي يكون اقل، والا انا هبدا استخدم سويتشز في الموضوع. نبدا نلخص المعلومات اللي احنا عايزين نقولها في الفيديو ده. معلومات عن الداتا نتورك، انا بتكلم عن اللان او اللوكال اريا نتورك، وقلنا نطاق اللوكال اريا نتورك. بعد كده قلنا في عندي الداتا اوتلت اللي هو مخرج الداتا، ده انا بعمله حسب الفرش الخاص بالمعماري، وقلنا بنجيب جهاز اسمه باتش بانل. باتش بانل ده عشان يعمل لي عملية ترتيب للكابلات اللي جاية من الأجهزة قبل دخولها على السويتش. وبعد كده في عندي المكون اللي بيعمل عملية امبليفيكيشن تكبير، وبيعمل عملية ارينجمنت وتوزيع الداتا اللي هو الداتا سويتش. في منه 6 بورت و12 بورت و24 بورت و36 بورت و48 بورت، وقلنا هو الاحدث عن الهب، لان الهب هو النظام القديم كان بيرسل الداتا لكل الاجهزه، والجهاز الخاصه بهذه البيانات بيستقبلها، والباقي
بيرفضها. تمام، اما السويتش ده افضل، بيوفر عليا وقت، لان انا لما اكون عايز اكلم جهاز بعينه تمام بستخدم السويتش، السويتش بيوجه الداتا لهذا الجهاز. زي مثلا انا السويتش ده عايز يكلم بي سي 1، يبقى هيكلم بي سي 1 مباشره. معلومه مهمه جدا خاصه بالكابلات، اللي هي الكات الخاص بالكابل. كات اختصار لكلمه كاتيجوري يا شباب، كات كاتيجوري يعني فئه. واهم معامل في تمييز الكابلات حجم البيانات اللي بيقدر الكابل ينقلها في الثانيه الواحده. وقلنا في من اشهر الكابلات كات 5، كات 5 اي، كات 6، كات 6 اي، وفي كات 7. كل واحد ليه سرعه، ولو السرعه دي مش مناسبه بنستخدم ريبيتر. طبعا زي ما قلنا المسافه اللي بتستخدم في اليو تي بي، سواء كان في الكات 5 او الكات 6، يفضل ان هي لا تزيد عن 100 متر، لان بعد ال 100 متر السيجنال بيحصل لها اتنويشن وبتضعف، وبالتالي احنا بنلجأ لو احنا عايزين نستخدم اكتر من 100 متر لازم نستخدم ريبيتر عشان يعمل تقوية وتكرار للإشارة. وبكده هكون خلصت الفيديو الخاص بالداتا نتورك، وان شاء الله في فيديوهات تانية هتبقى الحاقا لسكشن الداتا نتورك. كتير هنتكلم بالتفصيل عن الراوتر، عن السويتشز، هنتكلم عن الكابلات من كتالوجات الكابلات، هنتكلم على التوزيع بتاع الشبكة وعمليات الربط في الشبكات بالتفصيل. وأشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.